أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج هوت سبوت. أنا ندى ومعايا زميلي عمرو. مساء الخير يا عمرو، مساء الخير يا ازيك؟ ندى، أهلا وسهلا بيك. النهاردة الحلقة هتبقى مختلفة شوية، لأن احنا مش هنتكلم عن سباق معين أو بطولة معينة. احنا هنتكلم عن ازاي كل حد عنده هدف عايز يوصل له، ازاي يقدر يحط حاجة معينة ويروح لها، يقدر يتمرن علشان يوصل لها. يعني احنا معانا مؤسس سبيد بروجكت، كابتن عادل. ازي حضرتك؟ اهلا بيكم. منورنا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن عادل. كلمنا حضرتك، بدأت رياضة ازاي اصلا؟ الحكاية طويلة. نبتدي وانا صغير كورة، من تانية ابتدائي لحد ثانوية كابتن كورة. ده طبعا ادى الواحد الاساس بتاع الفتنس. طبعا الكورة كلها جري، جزء من التمرين كان 10 كيلو جري. اوكي. الحمد لله الواحد النهاردة 51، داخل على 52 سنة. الكورة أسست الواحد في الجري. تمام. من سنة 2000 كنت بجري فنفنة تقريبا 30 كيلو في الأسبوع، حاجة بدون هدف. أوكي. للصحة. كلنا طبعا ابتدينا الجري عشان هدف الصحة. أول سبق دخلته كان في 2008. طيب، قبل ما نوصل ل 2008، أنت كنت بدأت رياضة اللي هو الكورة. هل انت كملت في الكورة ولا وصلت عند حتة معينة؟ لا، الكورة انا وقفت يعني. بص، انا سبت مصر في 78، رحت عشت في امريكا 25 سنة. اوكي. فبدأت كورة في تانية ابتدائي. طبعا مستوى كورة في امريكا اياميها طبعا ما كانش اعلى مستوى. اوكي. فكنت دايما بلعب سنتين فوق سني. تمام. لحد ما ثانوية عامة كنت كابتن الكورة معظم السنين، وكنا دايما الحمد لله بناخد البطولات. وحظي ان ابن بلي كان معايا في الفريق. اوكي. فطبعا حظي ان انا شفت بلي واخدت امدته. الكلام ده طبعا من عمري. طبعا حاجه كبيره قوي. فطبعا تاريخ. فدي كانت بدايه اي انسان فينا طبعا بيكون اساس الرياضه. تمام. والكوره بالنسبه لي لا، استمريت وكنت بلعب مع المدرسه ومع فريق خارجي وحبا. تمام. بعد كده انت وقفت، وبعد كده بدات تشوف فكره الجري. انت بدات تجري يعني مين الشغل اللي طبعا عربك؟ الشغل. بص، هنتكلم احنا 2000، فانا متكلم تقريبا 30 سنه. اوكي. فطبعا من سن 20 ل 30 كلنا بنجتهد في الحياه. أيوة. وبنشتغل وبنتجوز والحياه طبعا بتاخدنا في طرق مختلفه. اوكي. رجعت انا مصر في 2002. اوكي. واياميها كنت بجري في تراك بتاع نادي الرحاب. التراك هنا كان 800 متر، من احلى تراك صراحه. بس الكلام ده طبعا نتكلم من 20 سنه. الرحاب كانت لسه بتبتدي يعني. بالظبط. فالجري دايما جزء من حياتي وما زال جزء من حياتي. طيب. وجزء مهم طبعا. بقى في من 2002 لحد 2023، ده طبعا شويه حلوين. في السكه جري خشونه عادتني 4-5 سنين، بس كنت بجري برضو 30 كيلو. مشكلة الرياضيين دي اللي بتجري عموما. بس يعتبر اول سبق ليا فنفانة طبعا كان فيوم سقارة. ده كان 2008. السبق ده سبق مختلف وجميل جدا. 100 كيلو. 2008 ما كانش فيه فكره ان الناس تجري في الشارع اصلا، يعني ما كانش حد يعرف يعني ايه جري في الشارع. ما كانش حد يعرف. احنا اياميها انا كنت بجري اياميها في الوادي. الوادي كنا بنجري كل يوم جمعه، كنا بنعمل من 5-20 كيلو. والوادي ايامها طبعا كان مختلف. وادي دجله. المحميه من اجمل الاماكن الموجوده. طبعا دلوقتي بيزدحم اكتر واكتر. أيوة. بس اياميها طبعا ما كانش فيه سد وما كانش فيه، الدنيا كانت مختلفه تماما. والرحاب نفسها بنتكلم 2003 و4 و5 و7 و8 كانت فاضيه. الناس طبعا كانت بتتفرج علينا، انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ والفكر ده فضل اقول لحد مثلا 2016. في شارع التسعين واحد بيجري، الناس بتسقف له مش فاهم ليه. بره الجري طبيعي. طبيعي. في كل المجتمعات. بس هنا تلاقي الراجل اللي على التراكتر بيزمر لك وبيسقف لك. وفي ناس بقى بتتريق. لا بس الاغلبيه صراحه لا، كانوا بيسقفوا. وكنا انا وصاحب انجليزي دان ماليجان. أوكي. كان مدرس في مدرسه امياس. فكنا بنجري. واياميها برضو احنا بنتكلم بقى لو دخلنا في 2013 هنتكلم على العصر بتاع كايرونرز، وهم طبعا كانوا بيجروا.
بس 2008 على رايك ما كانش في حد، ما كانش في حد وقبليها ما كانش في حد بس بره الجري من يعني زمان. يعني هي كمان اقول لك ان 2008 كانش حتى في فكره الناس تمشي تجري تركب عجل في الشارع طبعا. يعني دي الفكره. بس برضه اقول لك انا لسه مقابل لسه متعرف على واحد من اعز الناس في حياتي، راجل انجليزي ما شاء الله 58 سنه ما شاء الله. اول ماراثون جري كان في سنه كام؟ سنه 81 في المانيا. 81 فنرجع الناس النهارده دلوقتي طبعا المانيا وبرلين من اشهر السباقات، وانا أيوة. لسه مخلص السنه اللي فاتت التيشيرت اهي. فبس يعني لا بره بادئين مختلف وجزء من المجتمع. احنا محتاجين نروح ومحتاجين كل اي حد يقدر يساعد. الجري مفيد ذهنيا صحيا جسمانيا، بيزود العمر طب حضرتك قلت ان كان جه اصابه وبعدين قعدت شويه سنين ان انت مش بتمارس اي حاجه؟ لا قعدت بس كنت بمارس كنت حاجات جري برضه ولا كانت رياضه مختلفه؟ جري وبالصدفه عملت انا يعني اصابه، عملت ام اي كانت واضحه في اصابه خشونه. كنت بجري على الهادي بدل المسافات الطويله بدل المدقات الخشنه العنيفه. كنت بعمل التريدميل وحاجه بقى الستيبنج ماشين دي الظاهر قوت لي عملت لي عضلات حوالين الركبه نفسها. فبالتالي الحمد لله النهارده بقدر اجري مسافات عمري ما تخيلت عمري هقدر اعملها، ودي هنقدر هنتكلم فيها بالظبط. تمام. طيب السباق اللي في 2008 انت بتقولي كان سباق تتابع او حاجه؟ تتابع 100 كيلو كل واحد. ده كان اول سباق ليك؟ اول سباق ليا. حتى لو انت بره مصر؟ ده كان اول واحد وده اللي دوقني الطعم. أوكي. بس للاسف الاصابه جت وكان في الم، الواحد بيتحرك كان في الم وواحد زعل، بس الحمد لله السنين اللي فاتت عوضت. تمام. نفس السباق ده الحمد لله رجعت له بعديها بسبعة وثمان سنين مع مجموعه بقى من العدائين التقال، والحمد لله اخذنا المركز الاول. ده كان في 2016 او 15 ما شاء الله. 100 كيلو ده اللي هو من الفيوم لسقاره. السباق مشهور ده من اقدم السباقات اللي موجوده، من اقدم السباقات ومن احلى السباقات، لان انت بتعدي على سقاره ودهشور. وبدايه الليله بص جميل جمال، وبتعدي على القرى والولاد الصغيرين بيجروا معاك والعمده موجود طب هو السباق ده تبع الاتحاد المصري لالعاب القوى؟ لا للاسف. ولا هو طبعا شركه منظمه، بس طبعا كل حاجه زي ما انتم عارفين تبع الوزاره. الوزاره طبعا بتكون مديه الموافقه. وزاره السياحه ولا وزاره الرياضه؟ من مفهومي وزاره الرياضه. من مفهومي طبعا. السباقات اللي انت دخلتها بعد 2008 وقفت انت عشان الاصابه، فكان اول بدايتك بتقول 2015. 2015 شاركت في ايه السباقات اللي شاركت فيها؟ بص انا من ساعه 2015 الحمد لله خلصت ست سباقات 42 كيلو بره مصر. ما شاء الله. من ضمنهم اول واحد اللي هو كان شامبين، ده كان في عم اظن 2014. بعدين باريس من اشهر السباقات، بنتكلم فوق ال 50,000 واحد بيجروا. بالمناسبه انا كنت مسجل في الماراثون ده في 2017 وما عرفتش اطلع للاسف يعني. انا لحد هذا اليوم انا في رايي ده احلى سباق والله، لان الواحد بيجري في وسط باريس والدنيا حلوه والناس واقفه بتشجع والحماس. 50,000 بيجري حواليك ده 50,000 رقم يعني احنا هنا في مصر على ما اظن اكبر سبق بنجيب 4,000 او 5,000. اكتر سبق كان 7,000 كان في 2016 كان زايد السنه دي معرفش كان كام، زايد بيقولوا ان هو 10,000 بس معرفش يعني الرقم صحيح كان، بس زايد حاجه. وسباقات الكاي رانرز او تراي فاكتوري او الناس دي مختلف تماما، لان زايد بيبقى ناس داخله سباق تسابق بجد، مش داخله تلعب او تجري جريه، لا انا داخل اسابق عشان اكسب. الـ 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 الشيء الجميل ان بتتكلم 50,000 واحد والتنظيم تحس ان هو 500 واحد. والاجواء والحماس والناس بتشجع وكله والحلو بقى بتلاقي المدارس الاطفال اولى ابتدائي فصل كله واقف بتعدي بتاخدهم هاي فايف الحماس، بتلاقي الناس بتوع الحريق واقفين تاخدهم البلد كله طالع، وملهاش علاقه انت بطل
ولا انت لسه بقالك سنه لسه بقالك امبارح بتجري هو جاي يشجعك. الحماس طبعا اي حد النهارده بيخلص مسافه 42 كيلو دي طبعا احنا لو نتكلم علميا بنتكلم 1% من المجتمع ككل بيخلص خلص فول ماراثون. طبعا للاسف في مصر الناس بتستخدم كلمة ماراثون بطريقة غير صحيحة في أوقات بنقول 5 كيلو ماراثون 10 كيلو ماراثون أو 21 كيلو ماراثون. الماراثون هو أساسا 42.2 وحظي إن السبق الثالث ليا على ما أظن لو أفتكر مظبوط كان في ماراثون نفسه في المدينة نفسها في اليونان. تمام. ده برضو ده اللي حققت فيه يعني مع نعم كان من أصعب السباقات بس الحمد لله حققت فيه أحسن رقم شخصي ليا. بعديه عملت كان مدريد في اسبانيا وبعديه عملت من غير ما اطول عليكم بعديه كان في برلين السنه اللي فاتت وبعد برلين كان في مالاجا وفي النص بقى علشان طبعا كوفيد جت ونورت الدنيا وقطعت الدنيا انا في النص تميت بالنسبه لي رقم كبير اللي هو 50 سنه وسباقات كلها كانت مقفوله فقلت ما فيش حاجة موجودة يبقى خليني أجرب حاجة اسمها ألترا ماراثون وأنا عارف ضيفكم السابق كابتن رائد من أجمل الناس من مؤسسي التريل في مصر فكان في سبق اسمه قارون ده حظي كان أول مرة بيتعمل قارون 66 وأنا لسه كنت هتم 50 وطبعا أيامها كان كوفيد كنت بحلم إن أنا أسافر أيسلندا اوكي فاير اند ايس بقى والنار وحاجه حركات حلوه كده عشان ال 50 بس صراحه قارون والفيوم والتريل واول مره ان الواحد يكسر 42 ده كان طبعا انجاز عظيم صراحه لل 50 وده طبعا دليل ان السن رقم طبعا والنهارده بول صاحبي اللي اتعرفت عليه في السبق اللي بعده فده كان 66 كيلو في يوم واحد بنتكلم الناس المتوسطه بتخلص ما بين 10 و 11 ساعه تمام وده بنتكلم جري على رمله وحبه جبال بسيطه بس طبعا الصعوبه في الرمله وصراحه كان من احلى السباقات وكامبينج وتتعرف على ناس واجواء حلوه وكان معايا ابني اللي عنده ايميه كان عنده سنتين وبيجري في بالبامبرز في الرمله واجواء عائليه حلوه السباقات ابطال ومن احلى الناس ومن احلى الناس اللي موجوده في مصر في الجري كابتنتنا كلنا زهره من اجمد واحلى الناس اللي موجوده في مصر ومن اقدم الناس وصراحه ليها الشكر على ناس كتير يعني بعد دي يعني كان في حاجتين مهمين سريعا كان في الاردن 250 كيلو على 5 ايام وكان شويه عدائين من العيار الثقيل والحمد لله حققت رقم هايل بالنسبة لي وبعديها لسه من آخر 3 شهور كان إيطاليا أول مرة أكسر ال 100 كيلو ما شاء الله 102 كيلو 4000 متر ارتفاعات سباق صعب بادئ يوم السبت الساعة 4 الصبح مخلص يوم الحد الساعة كام الساعة 1:30 نتكلم 21 ساعة ونص بس والواحد عمره ما الواحد عمره ما يتخيل بعد الإصابة بعد الإصابة مع السن بس في النهاية السن مجرد رقم أيوه طيب احنا من 3 شهور كده كنت انا وندى قاعدين فبقول لها ما تيجي نجرب حاجه اسمها سبيد بروجكت نجري فقالت لي ايه السبيد بروجكت قلت لها تعالي نشوف الناس هتتجمع واللي عنده رقم في ال 5 كيلو ولا 10 كيلو هيجري ويعمل رقم لنفسه لما قلنا مين طلع كابتن عادل انت المؤسس للسبيد بروجكت وانا شايف ان الايفنت ده نجاح جامد جدا احكي لنا ايه فكره السبيد بروجكت وايه الاهداف اللي جايه يعني حضرتك عديت بمراحل كتير في الجري اخدت مسافات من الصغيره والاصابات وطلعت المسافات الاكبر فالاكبر لغايه 102 ما شاء الله فان انت تعمل سبيد بروجكت عشان تجيب ناس بتجري مسافات معينه طموحها في حاجات يعني تزود سرعتها تتمرن تعمل حاجات هتعمل ايه هي عندها هدف وعايزه انتوا ناس بتجروا وانتوا عارفين طبعا ان اساس اي مسافه هي اي مسافه كبيره هي القصيره هي صغيره انا مش كابتن وانا مش كوتش وانا بقول كده ان طبعا العلم مهم بس اللي انا اتعلمته من ناس عندها المعلومه ان المسافات القصيره
الخمسة والعشرة كيلو هتساعد أي إنسان أيوة. إن هو يحقق أحسن أرقام في الواحد وعشرين والاثنين واربعين. أنا شخصياً النهاردة بجهز لعندي برضو سباق في آخر السنة في أسبانيا. تمام. فأنا النهاردة بجهز نفسي على الخمسة والعشرة كيلو. أوكي. فالهدف بتاع سبيد بروجكت كان إيه؟ إحنا هنا في مصر في الحمد لله في سباقات. تمام. بس للأسف ما في سباقات منتظمة طول السنة. طول السنة. تمام. فهدف سبيد بروجكت إن مفيش السبق، انت النهارده عندك سبق في اخر السنه او في نص السنه أوكي. ما عندكش السباقات اللي هتخليك تساعد ان انت تمتحن نفسك أوكي. تحمس نفسك مع ناس شبهك ايوه. فسبيد بروجكت الفكره اتبنت ان على فكره في السباقات بره بتتبني عليها اللي هي الرننج ويفز اللي هي بالعربي الفئات او الناس فئات العمريه او لا مش الفئات العمريه لا الويز بتكون مبنيه على السرعات المختلفه السرعات المختلفه فبره انت النهارده ال 50000 بتتقسم ازاي اصلا ناس اللي بيخلصوا يعني انت بتحط مثلا يا جماعه احنا هنعمل 5 كيلو في ناس هتجري على 20 دقيقه في ناس هتجري على 25 دقيقه في ناس هتجري على 30 دقيقه دي الفكره الفكره كده ان انت النهارده تجري مع ناس شبهك تمام. فبالتالي هتلاقي الحماس ما شاء الله جاي لك تمام. سواء في الخمسة او في العشرة أو في العشر. فالفكرة ابتدت بان احنا نعمل running waves أوكي. وبعدين نجيب حد بعديها يساعد كل مجموعة لوقت معين مثلا في ناس بيكون عندهم طموحات في الجري طبعا في ارقام معينة مهمة تمام. في ال 42 الرقم المشهور قوي الاربع ساعات أوكي. في العشرة كيلو الرقم مشهور قوي الاربعين دقيقة الاربعين دقيقة فالخمسة كيلو رقم مشهور قوي هي ال 45 مش ال 40 ال 45 وال 40 طبعا تقيله بس طبعا في ارقام معينه في سباقات سبيد بروجكت بنحاول نجيب بيسرز ناس بتساعد أيوة. هتمشي كل مجموعه فكل سباق فيه اربع مجموعات تمام. وكل مجموعه يكون فيها واحد هيمشي على تايم معين تايم معين صح فده هيساعد الشخص هيساعد المجموعه ان تحقق ارقام كبيره هنسبق الاحداث نرجع لاخر سبق اخر سبق الحمد لله كان في شهر 7 في شهر 7 يوم 7 كان معانا 78 واحد ما شاء الله من احلى الناس اللي بيجروا جم حققوا من 68 واحد الحمد لله 22 واحد حققوا ارقام شخصيه ارقام شخصيه الارقام دي مش بتحصل مش بتحصل صح احنا بنتكلم 2% 5% بس مش 33% احنا سبيد بروجكت اول سبق كان في يناير السنه دي أيوة. بعديها تاني سبق كان مارس تالت سبق كان مايو رابع سبق كان في شهر 7 وان شاء الله اللي جاي شهر 9 السبق مبني على كذا كذا حاجه كي. اول حاجه انفيتيشن اونلي دعوه بس دعوه علشان ما تجريش مع كل الناس واي ناس أوكي. الناس النهارده بتقدم او انا بجري وراها انا اساسا في الحياه ريكروتر بشتغل في الموارد البشريه فبعرف اعين ناس أوكي. فهنا نفس فكره التعيين بعين ناس بتجري وحلاوه السبق انت بتجري مع مين لو السبق مستوى ضعيف لو مستوى الناس ضعيفه مستوى السبق يكون ضعيف تمام. فمستوى اما المستوى يكون عالي الناس اللي بتجري والتركيز صراحة على الناس اللي بتجري الانترميديت الوسط للمتقدم وحتى دلوقتي قلت طب ليه ما ندخلش الابطال؟ الابطال النهارده ما فيش سباقات كفايه ليهم غير مجرد بطولات الجمهوريه بطولات الجمهوريه صح فليه وان شاء فان شاء الله ان شاء الله طب ليه ما نعرفهمش للناس العاديه؟ يعني ليه الابطال دول مش معروفين في مصر ابطال يعني طبعا ابطال كبيره ما هي دي ما انا جاي لك دلوقتي دي ان احنا اساس الفكره ابتدت اوكي طب الفكره بدايه ايه؟ نعمل رننج ويفز ونعمل بيسرز تمام وبعدين طب ما ندخل في شهر 5 دخلنا كام بطل من ضمنهم يحيى الكيني من ابطال مصر الكبار تمام وشفت تاثير يحيى على الناس والناس وبعد السبق يحيى اتكلم مع الناس صح والناس اتبسطت وهو اتبسط فالشعور متبادله بعديها السبق الاخير كان معانا كابتن عمران ضيفكم الاخير هنا من أيوة. احلى الناس كان موجود كابتن محمد ربيع برضو كان معاه وبناته الجمال الصغيرين فشفت ردود افعال الناس بتتعلم فجزء من هدف سبيد بروجكت ان احنا نتعلم كلنا صح. نستفيد كلنا السبق اجان هنرجع للبدايه كان البدايه رننج ويفز ان احنا كلنا الناس زي ندى وزيك وزي والناس
اللي فعلا بتجري 12 شهر مع كل احترامي مش 3 شهور، الناس أيوة. الملتزمه الملتزمه صح الملتزمه اللي عندها هدف، مش مش هدف بس عمرو مبسوطه وهي بتعمل الحاجه، مع احترامي لان الجري كل واحد عنده اهداف مختلفه في الجري صح. في ناس عندها ارقام، في ناس عندها دماغها، في ناس صحتها والجري طبعا في النهايه زي ما ندى لسه بتقول الاهداف شخصيه بس سبيد بروجكت السباقات الجري بتجمع الناس وكل واحد هتلاقيه عنده اهداف مختلفه. هاويفر سبيد بروجكت طبعا بتخاطب الناس اللي فعلا قالت لا دي طريقه حياتي اوكي ودي وطبعا بيحصل اصابات بس اكيد طبعا لو عندك اصابه هل ما تخش؟ لا ممكن تخش طبعا لان سبيد بروجكت مش لو انت حققت رقم مش رقمك مش هو مش هو ده هتحسن صح. فالفكره ان احنا كلنا نساعد بعض برضو من ضمن الافكار من ضمن الحاجات اللي بتطبق في سبيد بروجكت ان احنا النهارده مش بنزل ارقام بالترتيب تمام. مين عمل ايه؟ معظم السباقات العاديه كلها في العالم بتنزل انت رقم واحد والتاني والتالت في حد كسبان وفي حد خسران صح. لا احنا هنا الفكر على المجموعه والمجموعه بتساعد والمجموعه فالنهارده بنزل ارقام بدون اي ترتيب بنزل ارقام جريت رقمك موجود قدامك اهو اللي عايز يبص على الغير اهلا وسهلا بس الفكره ان احنا نساعد بعض وما بين اجان انا بعد كل سبق برضو من ضمن الحاجات فاحنا قلنا النهارده اتس انفيتيشن اونلي رانينج ويفز بيسرز من ضمن الحاجات برضو بعد كل سبق بعمل راي استفتاء اوكي عشان نسمع للناس ناس تدي فيدباك عن يعني هنتكلم على الديمقراطيه هي مجموعه ديمقراطيه وكل واحد عنده فرصه ان هو يقول هو او هي تقول اللي عندهم وعشان في النهايه نتحسن تمام ممكن انا اكون اديت دفعه للفكره دي بس كلنا بنساعد وكلنا بنحاول نتحسن ونحسن بعض ونطور من نفسنا وحتى اللوجو بتاع السبق حصل على قعده في ستاربكس كلنا كنا قاعدين قلت لهم شباب رايكم ايه افكار ايه فكره جابت فكره طب الوان ايه طب من ضمن برضو الحاجات في سبيد بروجكت ان احنا النهارده انا فاهم ان احنا في نهايه سبيد بروجكت از ستارت اب فاي ستارت اب طبعا بذره صح. البيزنس النهارده محتاجه تتسوق محتاجه وتتسوق وتتفهم بالظبط اوكي فالناس النهارده انا جاي النهارده تفهم شويه خلاص انا جاي النهارده محترم مش علشان عادل مش عشان انا انسان بسيط انا انسان بحب الجري أيوة. بس انا جاي النهارده علشان اقول ان في بذره اسمها سبيد بروجكت موجوده للناس الملتزمه في الجري وهتساعدك والنهارده الدليل من 68-1-22 رقم جديد النهارده في راي استفتاء ان احنا بنسمع لبعض ايوه اجان التركيز على الخمسه والعشره كيلو بس ان شاء الله ان شاء الله المفروض ان اللي جاي سبيد بروجكت امتى؟ اللي جاي ان شاء الله هيكون سبتمبر 1 طبعا it is invitation only وهو again برضو من ضمن الحاجات اللي نسيت هقولها ان سبيد بروجكت 100% نون بروفيت 100% مجانا ودي من ضمن غير هدف للربح غير هدف للربح ومن الخطوط الحمراء اللي واضحه زي الشمس بالنسبه لي ناس كتيره سالتني طب انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل سباق كبير؟ ما يلا قلت لهم لا انا الهدف النهارده انا عايز احنا النهارده في سباقات كتيره بس مش بتخاطب الناس اللي بتجري 12 شهر صح. مش بتخاطب الانترميديت للادفانسد وحتى الاليت رانر فالهدف ان نساعد الناس دي ونكمل البنية وعلى الأقل نساعد في حاجة في طبعا مجموعات كتيرة موجودة في مصر بتساعد وبتعمل أشياء حلوة طب الواحد النهاردة قال طب ما يحاول يعمل حاجة وعنده الخبرة من الست سباقات الواحد جريها بره والتنظيم والحمد لله انتوا شاهدين انتوا الحمد لله جيتوا معانا السباق الاخير انبسطنا جدا بصراحه جداً. يعني انا عن نفسي عملت رقم كويس ما كنتش اصلا سعداء جدا ان احنا خدنا من خبره حضرتك النهارده وانك كنت معانا واتكلمت عن سبيد بروجكت وانه هيبقى فيه مره تانية بعد السبيد بروجكت اللي جاي والارقام الجديده اللي الناس هتعملها نيجي نتكلم عنها تاني احنا بنشكر حضرتك انك كنت معانا النهارده جدا وإن شاء الله استنونا الأربعاء الجاي الساعة 8 شكرا كابتن شكرا على